ليه قررنا النهارده ان احنا نتكلم عن شخصيه زي محمد عبده؟ اولا السبب الاولاني انه محمد عبده هو جزء من قصه مصر، من تاريخ مصر، من حقبه معينه في تاريخ مصر. والسبب الثاني والاهم في رايي انه هو يمثل حلقه من حلقات قصه الصراع بين الاصوليين والحدثيين في مصر، بما لها من تبعات على الحاضر اللي احنا عايشين. ومن هيقول لك محمد عبده في ميزان التنوير هي ابن وين ميزان؟ دي كفتين. قد تربح كفة عن الأخرى يعني. في كفة سنجد من يقولون أن محمد عبده فعلا كان من رواد التنوير، أنه كان سعيا كما يقول إلى إصلاح الأزهر، أنه واجه المشايخ كثيرا ودخل معهم في صراعات وألقيت عليه اتهامات كثيرة، أنه كان يسعى إلى أن يواكب الفكر الديني في وقته مقتضيات العصر وهكذا. وفي الكفة الأخرى الحقيقة هنلاقي قصة مختلفة شوية. صورة مغايرة لمحمد عبده. محمد عبده الذي انتصر للدولة الدينية في مناظرته مع فرح أنطون. محمد عبده الذي يقول من يخالفون الرأي أن أفكاره في جملتها الحقيقة هي مجرد تجميل لجثة نامدة. أنها كانت مجرد خلافات في الشكل لم مضمون مع مشايخ الأزهر، وأن حتى ما بدأ أنه صراعا بينه وبين مشايخ الأزهر في ذلك الوقت لم يكن إلا خلافا شكليا لا خلافا جوهريا. هذه نقطة. الأهم كمان إنه محمد عبده، وهذه نقطة يأخذها الطرفين كل بزاوية مختلفة. فمؤيدي محمد عبده في الحقيقة يقولون أن تلاميذه الذين كانوا متطرفين أو متشددين نشروا رشيد رضا كانوا منقلبين على أفكاره لا مؤيدين لها وليسوا امتدادا لها. والعكس ايضا يقال ان محمد عبده بفكره المبتسر الذي كان مجرد اصلاحات شكليه لا جوهريه سيؤدي بنا في نهايه المطاف الى رشيد رضا، ومن ثم حسن البنا، ومن ثم سلسال جماعات الاسلام السياسي كلها حتى الان. يشرفنا الحقيقه لاول مره في صالون عمليون، ثاني مره اسف، ضيف مميز ليس فقط لانه صحفي مشهور فيما يكتب، لانه ايضا روائي، والروائي عندما يكون صحفي يستطيع ويجيد ان يعبر عن افكاره بشكل مميز جدا. ارحب بالروائي والصحفي بجريده المقال الاستاذ احمد رمضان الدجاوي. اهلا بكم. انا شاكر طبعا على المقدمه الجميله دي، واتمنى اكون عند حسن ظنكم. ودي فعلا المره الثانيه اللي هي هنا في عمانيون. المرة الأولى بس كان المكان مختلف. كنا في المرة الأولى بنتكلم عن الحجاب من وجهة نظر شاملة. النهاردة بنتكلم عن حاجة تانية خالص، فعلا هي جزء من تاريخ مصر، إن بالإيجاب وإن بالسلب. الأستاذ الإمام محمد عبده، ما له وما عليه. يمكن مشكلة الأستاذ الإمام محمد عبده أنه دائما غير مقروء بشكل جيد، خصوصا أنه ما كانش عنده ذخيرة من الكتب، يعني ما كانش عنده هواية التأليف، دائما كان يهوى الإلقاء. دي المشكلة الأولى اللي بتواجه أي باحث في فكر الإمام محمد عبده، وهي بعد فترة ما بقتش مشكلة. في السبعينيات مفكر مثل محمد عمارة استطاع أن يجمع الأعمال الكاملة في 5 مجلدات للأستاذ محمد عبده. بدأها بمقدمة طويلة، مقدمة ممكن تبقى كتاب. لكن أنا شخصياً غير مقتنع بكثير من أفكار محمد عمارة محقق الكتاب. المجال مش مجال الكلام عن محمد عمارة، لكن هو متداخل بشكل أو بآخر مع الأستاذ الإمام ومع فكر الأستاذ الإمام. ليه؟ في طائفة كبيرة جداً من اللي فهموا آراء وأفكار محمد عبده فهموها من خلال محمد عمارة، ودي كانت المشكلة الأولى.
انا لما احب اعرف راي انسان او فكر انسان اعرفه من منابعه الاصليه من الانسان نفسه وليس من خلال واسطه كما هو معروف الان. فلما اجي اقرا اعمال وافكار ومؤلفات وتوجهات محمد عبده عاوز اعرفها من اراء محمد عبده نفسه، وده لحد الان بالمناسبه مشكله رغم ان الاعمال كلها مجموعه. ليه؟ لان محمد عماره ما ميزش بين افكار محمد عبده وافكار تلميذه الاشهر محمد رشيد رضا. دايما بنقول في علم الاجتماع ان الشخصيه ليست وحده ثابته احطها على منضده واقعد احللها، محدش بيقول كده. علشان احلل شخصيه اي انسان لازم ادرس الاوضاع والبيئه المحيطه بهذا الانسان علشان اقدر احكم على هذا الانسان من خلال بيئته ومن خلال الاوضاع المختلفه السياسيه والاقتصاديه والثقافيه التي افرزت هذا الانسان. انا مش هتكلم عن الاوضاع لان طبعا الاوضاع لا يكفيها ندوه واحده ولا ندوات، لكن عاوز انبه حضراتكم ان افكار الامام محمد عبده لم تكن بمعزل عن البيئه التي عاش فيها محمد عبده منذ أن كان صغيرا. الإمام محمد عبده إنسان زي أي إنسان، زي ما أنت قلت الميزان له كفتين. وأنا هنا مش جاي دافع عن محمد عبده، لا أنا جاي دافع عن محمد عبده ولا أنا جاي أبقى عراب لأفكار محمد عبده، على الرغم من أنني شخصيا أحب هذا الرجل، لكن أحبه على المستوى الإنساني وليس على مستوى الفكر الموضوعي. كثر الكلام أخيرا عن محمد عبده خصوصا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي. هل محمد عبده بالفعل مستنير؟ متنور؟ هل محمد عبده مصلح؟ هل محمد عبده كان في صراع مع أشياخ الأزهر لأسباب شخصية أم بهدف إصلاح الأزهر والمؤسسات الدينية في ذلك الوقت؟ بعض من تطرف في الرأي أرجع ظاهرة الإسلام السياسي التي نعاني منها إلى أفكار محمد عبده، بل إن البعض ادعى أن أفكار محمد عبده هي التي أسست جماعة الإخوان المسلمين. هل يا ترى الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط؟ هي دي الإشكالية وهو ده موضوع ندوة اليوم. علشان الكلام ما يتفرعش مننا عاوز اقول حاجه بسيطه خالص. محمد عبده نحطه كتوصيف مصلح ولا شيخ؟ ده سؤال. محمد عبده في الاول وفي الاخر شيخ، زي ما بنقول كده بالعاميه طلع نزل هو شيخ. يعني ايه شيخ؟ يعني ابن مؤسسه دينيه تسمى الازهر. ودي نقطة على فكرة مش عايزين ننساها، طول ما احنا بنتكلم عن محمد عبده ما ننساش انه شيخ، هو شيخ، مش هنطالبه بأكتر من كده. ليس فيلسوفا، ليس متنورا على مسطرة أوجست كانت اللي هو كان بيعرف التنوير سنة 1784 بتعريف معين أن نقوله دلوقتي، هو شيخ. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، العصر اللي محمد عبده كان عايش فيه ده كان عصر ايه؟ كان عصر حساس جدا في تاريخ مصر، عصر يتزامن مع الثورة العرابية وفشل أحمد العرابي ورفاقه ثم المد الاستعماري وبدايته على مصر وعلى منطقة الشرق الأدنى اللي كان زمان إنجلترا بتسميها الشرق الأدنى اللي هو دلوقتي الشرق الأوسط. يبقى في تأثيرات سياسية كانت موجودة، هذه التأثيرات ليست بمعزل عن فكر محمد عبده. وأي حد هيفكر وهيدرس محمد عبده بعيدا عن تلك التأثيرات السياسية تحديدا هيبقى مخطئ. ليه؟
يتهم محمد عبده بأنه كان مع بقاء الخلافة الإسلامية. هو فعلا كان مع بقاء الخلافة الإسلامية، ويمكن دي أكبر نقطة ضعف في فكر محمد عبده. ليه؟ احنا طبعا عارفين ان الخلافة الإسلامية كانت بالشكل فقط تسمى إسلامية منذ وفاة الرسول إلى سقوط الخلافة العثمانية. عانى المجتمع الإسلامي من المحيط إلى الخليج من هذه الخلافة ومن ترهاتها وسخافاتها. طب إزاي محمد عبده كان مع الخلافة؟ محمد عبده زيه زي أي إنسان، له توجهات فكرية وله تقلبات فكرية. أنا النهاردة لي رأي، بكرة هغيره، بعد بكرة هيبقى رأي ثالث، وهكذا. علشان كده بنقول لما تيجي تدرس شخصية إنسان تدرس أفكاره كلها، ما تدرس فكره في وقت محدد وتقف عنده، لا، تدرس كل الأفكار منذ ميلاده في عام 1849 حتى وفاته عام 1905 عشان تقدر تحكم على هذا الرجل. الخلافة الإسلامية عند محمد عبده لم تكن إلا واجهة لجمع العالم الإسلامي على وحدة معينة، هذه الوحدة كانت بهدف مواجهة الاستعمار، هكذا كان يظن الرجل. يعني هو يظن أن المسلمين المجتمع الإسلامي إذا توحد تحت راية واحدة وهي راية الخلافة العثمانية سوف يستطيع أن يواجه المد الاستعماري في ذلك الوقت. قد يكون الرجل مخطئ وقد يكون مصيب. أنا من وجهة نظري كان مخطئا، خصوصا مع اعترافه في أواخر أيامه تحديدا عام 1902، يعني قبل ما توفاه الله بثلاث سنين، أن الخلافة العثمانية كانت وبالا على الإسلام، لدرجة أنه رفض أن تدخل مصر تحت نطاق الخلافة العثمانية أو أن تكون مصر دولة داخل الخلافة أيام عباس حلمي الثاني. عباس حلمي الثاني اللي مسك مصر بعد الخديوي توفي. يبقى النقطة الأولى نقطة الخلافة، أنا بحاول أختصر يا جماعة معلش، النقطة الأولى نقطة الخلافة. أنا أرى أن محمد عبده كان مخطئا عندما ظن أن الخلافة الإسلامية ستوحد المسلمين تحت راية واحدة لمواجهة الاستعمار، ودي نقطة الخلاف مع أفكار محمد عبده، خصوصا أن هو نفسه، أنا بعيد الكلام تاني هو، خصوصا أن هو نفسه كان لا يعترف بتلك الخلافة. هو لم يمالئ تلك الخلافة إلا عندما كان منفيا في بيروت. الرجل نفي إلى بيروت، وبيروت كانت ضمن سلطان الخلافة العثمانية أيام السلطان عبد الحميد الثاني. ده الراجل لو اتكلم يعني كفاية، يعني ده هو متمرمط جاهز. الراجل منفي، بعيد عن أهله، بعيد عن أسرته، بعيدا عن وطنه، فيعني الموضوع مش مستاهل، زي ما احنا بنقول المشرحة مش مستاهلة. قلت أينتقد الخلافة مرة أخرى؟ لا. طيب أحسن، حتى في مخاطباته وفي كتاباته في المدرسة السلطانية في بيروت كان يمتدح الخليفة العثماني، وعندما عاد إلى مصر انقلب تماما على الخليفة العثماني. ودي على فكرة مش حاجة وحشة في عرف السياسة، لأن السياسة مش معناها الجمود، مش معناها الثبات على رأي واحد أو موقف واحد، إنما معناها المرونة. طيب نقطة تانية، محمد عبده هل كان مصلحا سياسيا؟ لا. محمد عبده حسب مفاهيم وقته ما كانش مصلح سياسي، هو كان مصلح تربوي. يعني ايه مصلح تربوي؟ هو كان يرى ان اصلاح المجتمع المصري، وخلي بالكم المجتمع المصري في وقته كان مجتمع منحط. يعني ايه مجتمع منحط؟ منحط معرفيا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا، كل الوان الانحطاط. شعب مغلوب على امره، شعب مؤمن بالخرافات والبدع والشعوذة إلى أبعد الحدود، شعب ما كانش فيه غير عنصرين اتنين، عنصر النخبة المثقفة، ونصها كان من أهل الشام اللي كانوا مستقرين في مصر وفتحوا الجرائد المختلفة والمجلات اللي احنا كلنا عارفينها،
والعنصر الثاني طلبة المدارس اللي كانوا عاملين زي محمد عبده لم يكن مصلحا سياسيا بالمعنى الحرفي، إنما كان مصلحا اجتماعيا. الرجل كان شيخا في الأزهر يعلم الطلاب، فاتخذ من تلك القاعدة منهج لتعليم المجتمع ككل، وكان يرى أن إصلاح المجتمع يبدأ من التعليم لا من السياسة. وهو هنا على فكرة كان مختلف تماما عن آراء أستاذه جمال الدين الأفغاني خالص. جمال الدين الأفغاني كان يرى أن تغيير المجتمع يلزمه انقلاب ثوري ولو وصل لدرجة الاغتيال. أما محمد عبده كان يرى أن الانقلاب المجتمعي يستلزم تربية صفوة ممتازة من المتعلمين تقود المجتمع بعد ذلك. ودي نقطة الخلاف اللي لم يفهم فيها محمد عبده قوي كتير جدا. حتى بعض الأصدقاء دون أن أسمي كان يقول محمد عبده لا يؤمن بالديمقراطية ولا يؤمن بالمجالس النيابية ولا يؤمن بتداول السلطة. لا، كان يؤمن بكل هذه الأفكار، لكن وجهة نظره السياسية أنها لا تأتي انقلابا ولا تأتي بالثورة، إنما تأتي بالتربية والإصلاح التدريجي، تكوين صفوة. هذه الصفوة تقود المجتمع، وبعد أن تقود المجتمع يستطيع هذا المجتمع أن يعبر عن نفسه من خلال صندوق الانتخابات. وده اللي عمل الخلاف بينه وبين جمال الدين الأفغاني من ناحية، وبينه وبين أحمد عرابي ورفاقه كمحمود سامي البارودي من ناحية أخرى. حتى كان له حوار لطيف مع محمود سامي البارودي. محمود سامي البارودي اللي هو كنا بندرسه في السنة ورب السيف والقلم، كان يرى أن تغيير مصر إلى جمهورية أمر ممكن. فقيل له على لسان محمد عبده: كيف يكون ممكنا مع وجود الشعب المصري تحت نير الاستعمار والتخلف والجهل و و و إلى هذه الحالة. إذن الاختلاف ها هنا في وجهات النظر فقط، ووجهات النظر السياسية أمر مباح، أمر مشروع، ولا يؤسس لاختلاف شخصي مع الأشخاص. يعني أنا لي رؤية سياسية تختلف عن رؤية فلان السياسية، ليس معنى هذا أن بصرف النظر عن صحة رؤية فلان وخطأ رؤية علان، أنا هنا أتحدث عن مبادئ قد تقبل تطبيقيا على أرض الواقع المعيش وقد لا تقبل. علشان كده محمد عبده كان يرى أن تغيير المجتمع يلزمه مستبد عادل. وهنا لا يقصد بالاستبداد الدكتاتورية، أو يقصد بالاستبداد كما نفهمه بالمعنى المعروف، يعني اللي احنا مش عايزين نتكلم فيه في صالون ثقافي. لا، هو يرى أن تغيير المجتمع يلزمه بعد التربية إرادة سياسية، اللي احنا بنعبر عليها بالإرادة السياسية. وبنسبة الإرادة السياسية حصل لنا نموذج عملي امبارح لما رئيس تونس تكلم عن مسألة مساواة المرأة بالرجل في المواريث. وأنا كان لي مقال في جريدة المقال من سنتين أن الإصلاح الديني يلزم رئيس لا شيخ أزهر، يلزم إرادة سياسية. لأن أحيانا في المجتمعات اللي بتقل فيها نسبة الثقافة أو نسبة الديمقراطية بنحتاج فعلا لمستبد عادل، لكن ليس مستبدا بالمعنى المفهوم للاستبداد، لأن محمد عبده حتى عمل شروط لهذا الاستبداد. ومن أهم شروط هذا الاستبداد أن يحكم على وفق مصالح المواطنين وليس مصالح الشخصية. فإحنا مش عايزين نفهم من معنى المستبد العادل أنه كان مع الاستبداد أو كان ضد الديمقراطية. وبالمناسبة محمد عبده غير رأيه تماما بعد كده سنة 1903، انقلب تماما وقال إن المجتمع يلزمه انتخابات، يلزمه اختيار حر للحاكم. فنقطة المستبد العادل ناس كتير قوي بيمسكوها على محمد عبده، لكنهم لا يفهمونها حق الفهم. حق الفهم يؤيد أن محمد عبده
يريد تكوين النخبة أو الصفوة الممتازة التي تقود المجتمع بعد ذلك. طيب، محمد عبده كان على صلة باللورد كروم، هل ده شيء يعيبه سياسيا؟ لو احنا قلنا بمنطلق السياسة لا يعيبه. ليه يعني؟ ده مصر كانت واقعة تحت الاحتلال بعد فشل ثورة أحمد عرابي 1882 وما حدث بعد ذلك. طب ازاي يعني؟ لدرجة ان هو كان في مراسلاته مع الأميرة نصر فاضل أراد أن تتوسط له عند اللورد كروما. السبب؟ احنا لازم نعرف السبب. هل لسبب شخصي؟ لا، ليس لسبب شخصي، لأن محمد عبده في ذلك الوقت عانى تماما من الأزهر، عانى من مشيخة الأزهر، لدرجة ان هو كفر. بالمناسبة محمد عبده كفر في الأزهر، يعني مش قالوا عليه انه شيخ مارق او بيقول آراء جديدة، لا، ده تم تكفيره. حتى انه اختلف ذات مرة مع الشيخ محمد عليش شيخ المذهب المالكي، فأخذ الشيخ محمد عليش حربة اللي هي وذهب بها ليقتل الإمام محمد عبده، لمجرد ان محمد عبده قال أثناء درسه آراء للمعتزلة. ده ايه ده؟ طب محمد عبده عشان يحقق حلمه يلزمه قوة أو إرادة. الإرادة السياسية ما كانتش مع الخديوي توفيق في ذلك الوقت، كانت مع الإنجليز. طيب، مين من أصدقائه اللي ممكن يفهمه بشكل أفضل؟ اللورد كرومر. وبالفعل اللورد كرومر ساعد محمد عبده تماما، ومساعدته لمحمد عبده هي مساعدة لمصر في ذلك الوقت. ليه؟ لأنه استطاع أن يجعل محمد عبده مسؤولا عن ملف الأوقاف، مسؤولا عن ملف التعليم. سيبك من الأزهر خالص، اعمل في دار العلوم اللي انت عايزه. وبالفعل محمد عبده استطاع في وقت بسيط أن يكون طائفة أو نخبة من الطلاب في مدرسة، كانوا بيقولوا على الكلية زمان مدرسة، في مدرسة دار العلوم اللي احنا أخذنا منها بعد كده علي عبد الرازق بعد ما طور فكرة محمد عبده عن فصل الدين عن الدنيا أو فصل الدين عن السياسة زي ما نعرف دلوقتي. وكان من أشهر تلامذته علي عبد الرازق، سعد الزغلول بعد كده، مصطفى عبد الرازق، وما إلى ذلك من أسماء الشيخ المراغي. كل دول كانوا نواة من مدرسة محمد عبده اللي أسسها في دار العلوم، اللي هي النخبة الممتازة. وبالمناسبة النخبة الممتازة دي أتت ثمارها في دستور 1923، يعني حققت نجاح. لم الولد العاق زي ما احنا بنقول هو محمد رشيد رضا، تلميذ العاق كان محمد رشيد رضا اللي هنتكلم عنه بشكل يعني موجز فيما بعد. لأن تأسيس وجذور الأصولية الإسلامية في مصر كان على يد محمد رشيد رضا وصلاته الواسعة مع الوهابيين، وما ترجم بعد ذلك على أرض الواقع من ظهور جماعة الإخوان المسلمين. هل كان محمد عبده مسؤولا عن أفكار هذا التلميذ؟ الإمام محمد عبده توفي 1905، 11 يوليو 1905. بعدها انقلب محمد رشيد رضا انقلابا تاما، انقلابا معرفيا تاما، كأن أفكار أستاذ طوال السنوات السابقة ليست كما هي، انقلب تماما يا جماعة. ودي اللي عملت الأزمة لمحمد عبده وهو في قبره، أنه أصبح مسؤولا عن أفكار هذا التلميذ. طيب، قبل ما نروح لمحمد رشيد رضا، موقف محمد عبده إيه من الأزهر؟ محمد عبده درس في الأزهر لبعض الوقت، تحديدا في المسجد الأحمدي في طنطا، ثم بعد ذلك التحق مع خاله في الأزهر في القاهرة. لكن علاقته بالأزهر كانت على غير ما يرام تماما. طب ما احنا نسأل نفسنا ليه؟ لأن التيار المحافظ النصر التقليدي هو الذي كان يسيطر على الأزهر في ذلك الوقت ويسيطر حتى الآن طبعا. لكن أيام محمد عبده كان التيار ده متوسع بشكل رهيب، محدش كان بيسأل، برغم أنه ما كانش فيه دستور ولا مادة سبعة، لكن كان الأزهريون في ذلك الوقت هم المسيطرون على
الذائقة العامة للمجتمع. شيوخ بقى، واحد زي محمد عبده لازم يختلف معاك، ده راجل ليبرالي ولو بمقدار يعني، وده طيار محافظ، لازم يحصل خلاف. ما كانش حد في الأزهر في ذلك الوقت بيسمع حاجة عن أفكار المعتزلة. أول واحد اتكلم عن أفكار المعتزلة وكتب المعتزلة في ذلك الوقت هو محمد عبده. ما كانوش أصلا حتى بيسمعوا عن أفكار واحد زي ابن خلدون، برضو محمد عبده هو. فبدأ يدخل في مناقشات معاهم. كان أيامها الأزهر له مجلس إدارة، مجلس يدير الأزهر مكون من طائفة من الشيوخ. طرح حوار بسيط قوي مع الشيخ محمد البحيري. الحوار ده أنا عايز أقوله لكم عشان تعرفوا مخزون فكر محمد عبده اللي أنا قلته في أول الندوة. خدوا بالكم إن أنا بتكلم عن شيخ، مش عن فيلسوف، مش عن مارتن لوثر كينج، لا، ده راجل شيخ، شيخ كروي من محافظة البحيرة يعني. الشيخ محمد البحيري بيقول لمحمد عبده وبيعترف: أنت لم تبلغ هذا العلم يا محمد إلا بعد أن تعلمت في الأزهر. فقال له الإمام محمد عبده: إن كان لي حظ من العلم فأنا لم أبلغه إلا بعد أن مكثت، شوف بقى كام، 10 سنوات أكنس رأسي من وساخات الأزهر. شفتوا التعبير وشدته لما كتبناه في المقال او في 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 احدى المقالات يعني، شالوه عملوه بالمعقوفتين لان اللفظ جامد يعني. الرجل يعترف انه ظل 10 سنوات يكنس راسه من وساخات الازهر وسكت، لم يسكت ولم يبلغ عقلي من النظافه بعد. الرجل بيعترف انه شيخ، بيعترف ان في رواسب ما زالت باقية في دماغه من، بلاش نقول وسخات، من أفكار الأزهر. شايفين؟ دي نقطة ما حدش تنبه ليها من الناقمين على محمد عبده. هم عاوزين يحطوا محمد عبده في مكان أعلى منه قوي دون أن ينظروا إلى سياقه السوسيو سياسي، السياق السياسي الاجتماعي الموجود في عصر محمد عبده، دون أن ينظروا إلى تعليم محمد عبده. ده راجل شيخ، راجل شيخ خالص يعني. فمجرد أنه يوصل للمرحلة دي أن احنا نتكلم عنه هل هو مستنير أم غير مستنير في الألفية الثالثة، فده نجاح في حد ذاته، ده في حد ذاته نجاح لهذا الرجل. فياريت ما ننساش الربط بين الجملة اللي أنا قلتها في أول الندوة أنه طلع نزل شيخ، وبين الجملة اللي قالها للشيخ محمد البحيري في مجلس إدارة الأزهر أن عقله حتى الآن لم يكنس من وساخات الأزهر أو لم ينظف من وساخات الأزهر. الشيخ محمد عبده كان بالفعل مجددا دينيا. أنا قلت إن هو مش مصلح سياسي، هو له آراء سياسية. بالمناسبة آراء سياسية زي ما أنا قلت لكم بعضها قد يكون صحيح وبعضها قد يكون خاطئ، لكنه مجدد إسلامي. يكفي أنه بعد أن توسط له اللورد كرومر فأصبح مفتيا رسميا لمصر، وأيامها كان الإفتاء مش بشخص واحد، كان أيامها الإفتاء في مصر يعني ليس على وضعه الحالي، ولذلك نقول أن الإمام محمد عبده كان بالفعل أول مفتن بالشكل الحديث لمصر. لما عين مفتيا في مصر بمساعدة اللورد كرومر، يعني هو وصل للمنصب بمساعدة الرجل. طيب شكل الإفتاء في مصر كان عامل ازاي؟ تخيلوا ان مصر في ذلك الوقت كانوا يكفرون من يلبس البرنيطة، البرنيطة كده بتاعت الخواجات، تخيل كانوا يكفرون من يأكل من أكل المسيحيين أو أهل الكتاب أو اليهود. شايفين العقلية كانت عاملة إزاي؟ محمد عبده عمل انقلاب تام في الفكر،
وكانت له فتاوى شهيرة ما زالت دار الإفتاء المصرية تحتفظ بها إلى وقتنا هذا. طيب ما تيجي نقول فتوى كده أثرها الرئيس السيسي من فترة وقال لمولانا الإمام فضيلة الشيخ أحمد الطيب تعبتني يا فضيلة الإمام، فاكرينها؟ طلاق الشفوي. وهنا يبان الإرادة السياسية. الإرادة السياسية عندما تكون جريئة، وإحنا مش هنتكلم في السياسة طبعا، عندما تكون كإرادة الباجي السبسي رئيس تونس بتعمل خلاف كبير قوي يا جماعة، بتعمل فرق. هو قال له تعبتني يا فضيلة الإمام، طب ما احنا مش عايزين إذن فضيلة الإمام خالص، احنا دولة مدنية، بلاش نقول علمانية، قول دولة مدنية. الدولة المدنية دولة مرتبطة بإفرازات الواقع، والنص دائما، النص اما اقول كلمة نص يعني آية او حديث، النص دائما الواقع اسرع منه يا جماعة على فكرة كتير. النص دوت عنصر جامد، انما الواقع متغير سريع له قفزات، الشيوخ نفسهم او الناس اللي بيتكلموا في النص مش هيلحقوا عليه، مش لياقتهم البدنية مش هتجيبه، دايما الواقع هو اللي بيسبق. فالإمام محمد عبده للأسف الشديد عمل قانون للطلاق، الغرض منه الإصلاح الاجتماعي، عمله من 5 مواد. طب هو نفذ؟ والله لم ينفذ. ليه لم ينفذ؟ لأن اللي كان ماسك مصر في ذلك الوقت عباس حلمي الثاني، وعباس حلمي الثاني كان عدو لدود لمحمد عبده، ونعرف ليه كان عدو لدود لمحمد عبده. يعني محمد عبده لو كان مع الاستبداد كان سيمالئ عباس حلمي الثاني، لو هو مع الاستبداد يعني. الفتوى اللي من 5 مواد هي التي نادى بها، شوفوا الفتوى دي سنة 1903 واحنا في 2018، شفتوا احنا بنتأخر ازاي، عمالين ندور في حلقة مفرغة. فتوى من 1903 مش عارفين ننفذها. فتوى بتقول ان الطلاق لا يتم الا امام شهود وقاضي ومأذون، ولا يعتد به، ده في المادة 5، الا اذا كان موثقا. ما تنفذتش، واحنا بنطالب بها دلوقتي حتى نسيطر على فوضى الطلاق. وطبعا احنا كلنا عارفين ان مصر اعلى دولة في العالم في نسب الطلاق. طب فتوى تانية، تعدد الزوجات. محمد عبده في فتواه، ودي حاجة ما حدش التفت إليها، نص صراحة، شوفوا من كلمة نص صراحة، على أن الحاكم يجوز له أن يمنع تعدد الزوجات إلا في حالة واحدة، وهي حالة عقم الزوجة وثبوت لياقة الرجل الصحي. شفتوا؟ طب هي فين الفتوى دي؟ في خبر كان مش موجود، مش عارفين نعملها. ادي نقطتين في الاجتماع، نقطتين يدلان صراحة على ان هذا الرجل مش عاوزين نقول، بس هو فعلا سبق عصره. يعني ايه سبق عصره؟ يعني ما فيش حد في الاشياخ بتوع الازهر ولا حتى اللي دلوقتي قال كده. يعني اشياخ الازهر الموجودين دلوقتي وقعدوا بقى بيحملوا رسائل الدكتوراه ولهم امتيازات رهيبه، ما بيقولوش الكلام اللي الراجل قاله في القرن الماضي، اوائل القرن العشرين 1903. فانا مش هتكلم، مش هقول الراجل ده مصلح ولا غير مصلح، اترك الحكم لكم. مسالتين من المسائل. ايضا الرجل كان مع الاقتصاد الحر، لكن الاقتصاد الذي يراعي مسائل العمال، خصوصا عندما أصدر الفتوى الشهيرة التي تحل فوائد البنوك وشهادات التأمين، التأمين على الحياة اللي هو موجود دلوقتي. مجلس إدارة الأزهر في ذلك الوقت رفضه تماما،
وقال لا ده ربا وحرام ويوي، والرجل كانت له فتوى شهيرة تجيز التعامل بالفوائد لأن صورتها مختلفة عن صورة الربا الذي كان على عهد الرسول وشهادات التأمين. دي النقاط اللي خلت محمد عبده شخص متنور. ويمكن أنا لو قلنا على المسطرة بتاعة التنوير، إيه هو التنوير؟ التنوير رفض الوصاية. يعني رفض الوصاية يعني الإنسان يكون مستقلا في أرائه في أفكاره دون وصاية عليه، لا من نص ولا من إنسان. وده فعلا كان محمد عبده بيعمله. قد يخالفه التوفيق في بعض الأوقات، لكن دي سنة الحياة. أنا كإنسان مش كل أموري صح، يعني أنت كإنسان أمورك مش كلها صح، لكن الإطار العام أو المفاهيم العام إحنا متفقين عليها. الإمام محمد عبده، أرجع تاني لمسألة الاستبداد، كان يرى أن المستبد العادل ضرورة وقتية يحددها عنصر معين هو الشعب، شعب أمي، شعب منحدر ثقافيا وأخلاقيا ودينيا كل ألوان الانحدار، يلزمه إرادة سياسية. فكلمة المستبد العادل اللي احنا بنقول عليها دلوقتي إنجاز التعبير الإرادة السياسية، وهذه الإرادة السياسية لابد أن تكون متوافقة زي ما قلت مع مصلحة الشعب. ولو أنه كان مستبدا أو مع الاستبداد لما لقى عباس حلمي الثاني، لكنه كان يرفض حكم عباس حلمي الثاني، كان رفضه تماما، رفض آراءه السياسية، رفض آراءه في الحكم. علشان كده عباس حلمي الثاني لما الإمام محمد عبده توفي كانت له كلمة مشهورة قوي، يعني قالوا له مش هتحضر جنازة الإمام، جه من اسكندرية بعد ما توفي في اسكندرية عشان يدفن في القاهرة، وكانت جنازته جنازة كبيرة جدا. فقال عباس حلمي الثاني جنازة حرة والميت كلب. تخيلوا، شفتوا درجة الخلاف. الجنازة حرة لما شاف المشهد بتاع الجنازة مشهد كبير جدا، والميت كلب. إذن محمد عبده لم يكن مع الاستبداد بمفهومه الذي نعرفه الآن. نقطة أخرى وهي مدنية الدولة. كتير قوي اتكلم عن مشكلة محمد عبده مع فرح أنطون، المشكلة اللي أثيرت بعد ما فرح أنطون كتب مقالات جمعت بعد ذلك في كتاب عن ابن رشد وفلسفته. وطبعا ابن رشد من كبار الفلاسفة، بل هو آخر فلاسفة العرب على الإطلاق. محمد عبده في وقت لازم برضو نستميح له العذر فيه. ايه هو الوقت؟ وقت الاستعمار، زي ما احنا قلنا في اول الندوة. نقطة ضعف خطاب محمد عبده حاجة واحدة تنبه ليها الراحل الكبير علي مبروك الله يرحمه في كتابه لعبة الحداثة بين الجنرال والباشا، مش عارف انت قريته ولا لا. الدكتور علي مبروك الله يرحمه تنبه للنقطة دي في الكتاب في الفصل الذي خصصه لمحمد عبده. باختصار شديد، فكر محمد عبده كان فكرا دفاعيا. يعني ايه فكر دفاعي؟ يعني هو اخذ على عاتقه مهمة الدفاع عن الدين الاسلامي لانه شيخ. ومشكلته الاكبر انه لما جه يدافع عن الدين الاسلامي دافع عنه من خلال وجهة نظره المتنورة بعض الشيء، ما دافعش عنه من خلال وجهة النظر المعتادة في الكتب في القرآن او في الاحاديث او في اراء الفقهاء. مثلا عشان اقرب لكم الصوره، لما جه يرد على فرح انطون وبيقول له الاسلام لا يعرف الخرافات ولا يعرف الشعوذه ولا يعرف كذا المعجزات، والديانه المسيحيه هي التي تعرف كل ذلك من خلال الاباء والكهنه والقساوسه. هو محمد عبده ما كانش يعرف ان اي دين في الدنيا، اي دين مؤسس على، مش بنقول خرافه، لكن مؤسس على الغيبيات. اي دين في وحي، الوحي نفسه غيب، الله نفسه غيب. عشان كده كان حتى الحديث المشهور تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا، لأن ربنا غيب، محدش شافه، ما
محدش عرفه. هو محمد عبده ما كانش يعرف ان زي ما الدين المسيحي دين ابراهيمي وفي غيبيات كثيرة، برضو الدين الاسلامي ما فيش فيه غيبيات. دي بقى المشكلة، محمد عبده لم يحكم من منطلق أرضية الدين ككل، إنما حكم من منطلق أرضيته الشخصية وآرائه الشخصية. طب إيه آراء محمد عبده الشخصية؟ محمد عبده الشخصية كان لا يقر بوجود أي معجزات للرسول غير القرآن. جميع الأحاديث التي كانت تتحدث عن معجزات النبي كان ينكرها محمد عبده. فلما جه كلم فرح أنطون قال له لا، ده الإسلام ما فيش فيه عامة معجزات، ده المعجزة الوحيدة الباقية والخالدة للرسول هي القرآن، إنما أنتوا اللي عندكم في المسيحية معجزات وزيت البركة والعذراء ومش عارف إيه والكلام ده كله. فدي اللي عملت المشكلة أو الإشكالية والالتباس، أنه عندما كان يعني يحاجج فرح أنطون كان يحاججه من منطلقه الشخصي، من ذائقته الشخصية الدينية، وهو نسي طبعا أن جمهور المسلمين لا يوافقونه على ذلك. محدش موافق، كل الناس بتقول لا الرسول له معجزات كثيرة واللي موجودة في كتب السيرة. أقول لكم مثال آخر، فرح أنطون كان يرى زي ما كلنا عارفين ضرورة فصل الدين عن الدولة، لأن فصل الدين عن الدولة هو سبيل تقدم أوروبا، وهو اللي نقل أوروبا النقلة الفظيعة دي. أما دعم لله لله وما لقيصر لقيصر. الإمام محمد عبده قال له لا، إحنا ما عندناش قياصر يا عم، إحنا ما عندناش سلطة أشياخ دين، إحنا عندنا سلطة مدنية ذات مرجعية دينية، اللي هي الكلمة اللي الإخوان خدوها وعملوها بعد كده ونسبت إلى محمد عبده. محمد عبده شيخ، أنا هو بقولها للمرة الألف، يرى أن الدولة في أساسها دولة مدنية، يعني لا سلطان فيها إلا لحكم الناس، وأقول لكم الدليل بعد شوي. أما سلطة أشياخ الدين فغير معترف بها في الدين الإسلامي، ده محمد عبده اللي بيقول مش أنا. طب لما نيجي على أرض الواقع هنلاقي كلامه صحيح؟ لا، كلامه لا يمثل إلا رأي محمد عبده، ودي نقطة الخلاف. يبقى محمد عبده لما جه يتكلم، لا، الشيوخ لهم سلطة، شيخ جمع شيخ وشيوخ وأشيخ، الشيوخ عندنا في الدين الإسلامي لهم سلطة، ده لهم سلطة كمان على الحكام، ممكن يكفروا الحاكم إنه ضد الدين، فالحاكم يصهين شوية أو يماين شوية يعمل. فمحمد عبده لما جه يتكلم ويواجه فرح أنطون كان يحدثه من وجهة نظره الشخصية فقط، وليست وجهة نظر الإسلام ككل، ودي اللي عمل الالتباس، وده اللي خلانا نقول إن فرح أنطون كان أكثر عقلانية، زي ما أستاذنا علي مبروك كان بيقول كان أكثر عقلانية من محمد عبده، لأن محمد عبده اتكأ بالأساس على الدين، ومش الدين الخاص بينا، ده الدين الخاص به، يعني بمفهوم الدين عند محمد عبده. وفعلا محمد عبده كان يؤكد في غير مرة من كتبه وفي غير مرة من خطبه على ضرورة فصل سلطة رجال الدين عن، خلي بالك، سلطة رجال الدين عن الدولة وعن حكم الدولة. عشان كده لما جه، ده بقى الدليل اللي بقول لكم عليه، جه يعمل برنامج الحزب الوطني الحر، قالوا له يا مولانا اعمل انت البرنامج من الالف للياء. ففي المادة الخامسة من البرنامج، ويبدو ان المادة الخامسة دي عند الامام محمد عبده كان دايما بيحط فيها الافكار المتنورة، في المادة الخامسة من البرنامج بتاع الحزب بيقول ايه؟ الحزب الوطني الحر حزب سياسي لا ديني. شفتوا الجملة؟ شيخ بيقولها سنة 1898، يعني في القرن ال19 أواخر القرن ال19، الحزب الوطني الحر حزب ايه؟ سياسي لا ديني. وطبعا بقية المواد
تقدمية جدا، أنه لا فرق بين مسلم ومسيحي ويهودي والكل سواء في مصر. هي دي آراء محمد عبده دون إعلاء ودون خسف. الراجل بنحطه في ميزان، بنقول هو أخطأ في كذا وأصاب في كذا. أخطأ عندما قال خصوصيات وذائقة شخصية فانتصر عليه في المناظرة فرح أنطون، المناظرة الشهيرة اللي كان على أساسها كتاب ابن رشد وفلسفته، والكتاب بالمناسبة كتاب حلو جدا يعني أدعو أنه والمرحوم طيب تيزيني عمل له مقدمة حلوة خالص رائعة، حتى اللي يقرأ المقدمة يلاقي فيها تقدمية في الآراء. وأساس الكتاب هو الفصل بين الدين والدولة، والفصل بين سلطة الأشياخ والسلطة الدينية انتصارا لمدنية الدولة وعلمانيتها، لأنها أساس تقدم أي مجتمع. محمد عبده شخصية وجزء من تاريخ مصر، وأنا حبيت الجملة دي جدا، جزء من تاريخ مصر. هذا الجزء هل هو صالح، دي آخر حاجة بقى في, 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 في كلمتي، هل هو صالح للتطبيق الآن أم نحط نقطة ومن أول السطر؟ احنا على فكرة تعبنا قوي كمصريين من نحط نقطة ومن أول السطر. طه حسين نحط نقطة ومن أول السطر، على عبد الرازق نحط نقطة ومن أول السطر. إيه يا جماعة، فعلا شكلنا هنعاني كتير من طالما مفيش إرادة سياسية، فشكلنا هنعاني. محمد عبده له آراء تقدمية ناخد منها، زي الفيلسوف ابن رشد. ومناسبة ابن رشد، ابن رشد كان لا يرى انقطاعا عن التراث، مش عايزين نعمل قطيعة مع التراث، نأخذ منه ما هو صالح ونشكرهم عليه. هو كان بيقول كده في كتابه فصل المقال، ننظر إلى ما قدمه السابقون فإن كان صالحا أخذناه وشكرناهم عليه، نقول لهم شكرا ميرسي خالص على اللي انتوا عملتوه، وما لم يكن صالحا ما عادش بقى فكرة المستبد العادل، دي عادة مناسبة لينا يعني، خلاص ما مش مناسبة لينا، ما تنفعناش. عاد في ديمقراطية، عاد في انفتاح سياسي. طب نعمل ايه؟ نكمل على مشروع محمد عبده، خصوصا على مشروع بعض تلامذته، ويمكن واحد زي طه حسين تلميذ غير مباشر لمحمد عبده، هو لم يره إلا مرة أو مرتين لكنه تلميذ غير مباشر. وكتابه مستقبل الثقافة في مصر اللي مؤلفه في ثلاثينيات القرن الماضي صالح للتطبيق الآن، وده برضو من الكتب اللي أنا نفسي وبدعو الجميع أنه يقرأه. شوف كتاب عامله سنة 36، كتاب مستقبل الثقافة في مصر، تقرأه تقول ناخده بحذافيره ونطبقه دلوقتي واحنا في سنة 2018. عشان كده انا قلت لكم احنا تعبانين قوي نقطة ومن اول السطر، عمالين ندور في حلقة مفرغة. كل ما تيجي تيارات تنويرية تحاول ان تقدم المجتمع بنتأخر، كل ما نيجي نتقدم نتأخر، كل ما نيجي نتقدم. وعلى فكرة ده بسبب عدم وجود النخبة المستنيرة اللي قالها محمد عبده. وكنت بتكلم مع الصديق العزيز والمثقف احمد سامر واحنا جايين عن النخبة السياسية او النخبة الممتازة، هي اللي تقود المجتمعات، ما هي دي الدماغ مش كده؟ يعني نقول هم دول الدماغ والمجتمع بعد كده هو العضلات، بس مش هينفع من غير الهد، من غير الراس، من غير الدماغ. فالنخبة الممتازة دي ياريت تتحقق. وعلى فكرة ما يحدث لنا الآن دليل على ان هذه النخبة غير موجودة، او على الاقل لها شتات، مشتتة، ليست موحدة. علشان كده التيارات الراديكالية متفوقة عليها، لأنها تتخذ خطابا شعبويا يتناسب مع ذائقة الجماهير والمواطنين في مصر. إذن آراء محمد عبده ليست كلها صالحة للتطبيق، ومجنون اللي يجي يقول ناخد آراء محمد عبده ونطبقها زي ما هي وإحنا في الألفية الثالثة، وإنما نأخذ منها ما هو مناسب، ننتقي ونصطفي منها ما هو مناسب، ثم بعد ذلك نبني عليها، بالضبط زي التلميذين بتوع محمد عبده، محمد رشيد رضا وعلى عبد الرازق. شوف ده عمل ايه
وده عمل ايه؟ برغم بالمناسبة علي عبد الرازق الله يرحمه يعني ما كانش مثقف قوي يعني. علي عبد الرازق اللي افاده في تفكيره ان هو قعد في انجلترا سنتين ثلاثة يعني. فدول اللي كنسوا دماغه شوية. طبعا دول اللي هزبوا دماغه يعني شوية. ولو ان في مصريين من عندنا بيسافروا بره ودماغهم زي ما هي ما بتتغيرش. فعلي عبد الرازق كان تلميذا لمحمد عبده. شوفوا عمل ايه؟ انتج الاسلام واصول الحكم، وده كتاب بسيط بالمناسبه، لكن فكرته حلو يعني. هو كتاب بسيط وسهل ولكن فكرته كويسه، لانه طور اراء محمد عبده، اراء استاذه وطورها. لكن محمد رشيد رضا لم يطور الاراء، انما اولها تاويلا يخدم ذائقته السلفيه، فانتج الاسلام السياسي اللي اتهم به محمد عبده. شفتوا الفرق بين الاراء؟ ما هو ممكن واحد ياخد كلمه منك يؤولها زي ما هو عاوز، والاخر ياخد نفس الكلمه يؤولها تاويلا متطورا يناسب التقدم. وهي دي المشكله اللي احنا بندور فيها، دي المشكله اللي احنا عاوزين اللي احنا اصلا عايزين نعمل لها، عاملين عليها الندوه، مش اراء محمد عبده، لا، احنا عاوزين نوصل للنتيجه. ايه هي النتيجه؟ ان الاراء التقدميه من السهل جدا تطبيقها بشرطين اتنين: الاراده السياسيه والنخبه المستنيره اللي هتقود المجتمع. انا على ما اعتقد يمكن صديقي احمد سامري صحح لي، مش اي حد في المانيا مثلا بيصوت في الانتخابات يعني. مثلا المانيا مش اي حد زينا كده يطلع مفيش في المانيا اصلا افتراضيه، مفيش فرضيه ان واحد ما يكونش متعلم مثلا. ده انا بقول لك ده يعني، بس في اليونان مثلا مش اي حد يروح يا جماعه ياخده من الشارع. وانتم عارفين الجماعات المتطرفه الاسلاميه كانت بتعمل ايه في الانتخابات؟ عارفين؟ بتستميل الناس باسم الدين وبتاخدها كده من الناس، لا هي رايحه لا هي عارفه بتنتخب مين ولا ما بتنتخبش مين، لان مفيش نخبه. ما هو مفيش مقابل يعني، ده اسلامي مفيش قدام منه واحد مستنير او واحد ليبرالي. ولذلك تلامذة محمد عبده استطاع يعني ترجموا فكر محمد عبده في دستور 23. اما لاش نقول ترجموا فكر محمد عبده، ترجموا بعض افكار محمد عبده في دستور 23. لكن محمد رشيد رضا استغل وجود المنار واستغل التمويلات الوهابيه واسس للاصوليه المصريه التي ما زلنا نعاني منها حتى الان. في كتاب حلو قوي برضه من ضمن الكتب اللي ممكن نرشحها للساده الحاضرين، كتاب جذور الاصوليه في مصر، عامله باحث متميز اسمه احمد صلاح الملا، نال به شهاده الدكتوراه. الكتاب ده ممتاز وموثق بشكل رائع، اتكلم فيه عن جذور الاصوليه في مصر وارجعها الى محمد رشيد رضا. يعني لو احنا قلنا النكسه بتاعت الاسلام السياسي اللي احنا بسببها هو رشيد رضا اللي كان تلميذ لمحمد عبده، لكن ما نقدرش نقول ان محمد عبده هو السبب في الرده الدينيه السياسيه التي نعيشها الان. يعني انا اعتقادي ان محمد عبده لو كان عايش حتى هذه اللحظه ما كانش هيبقى خالص مع التيارات الاسلام السياسي، لانه بالاساس كان يرفض الوصايه، لدرجة أنه كانت له كلمة مشهورة: كل أحد له أن ينظر في كتاب الله وسنة رسول الله دون توسيط أحد، لا من سلف ولا من خلف. اللي احنا بنقول عليها دلوقتي عدم الاختصاص في الدين. تيجي تكلم واحد يقول لك هو أنت مختص بالدين؟ يا عم عادي، أنا إنسان أعرف لغة عربية ولو بغير تعمق، وأستطيع أن أنظر في القرآن أو بعض الأحاديث وأحكم فيها عقلي. عشان كده الإمام محمد عبده قال باستقلالية العقل، وقدمه بالأساس على النقل. ولو كلمة أخذها من ابن رشد أو مبدأ أخذه من فيلسوف ابن رشد: إذا تعارض العقل مع النص نعمل إيه؟ قال لك يقدم العقل مع تأويل النص بما لا يخل بقواعد اللغة العربية.
شايفين؟ إذا ودي المدرسة المعتزلية هي التي نادت بذلك. لكن طبعا الأزهر حتى ومن ضمن الحاجات اللي بتضحكني برضه بمناسبة الذائقة إن مثلا حضرة مولانا الإمام الشيخ الأزهر لما يجي يتكلم أمام المجتمعات الغربية يقول لهم الجملة دي: إذا تعارض العقل مع النص قدم العقل مع تأويل النص. يجي هنا في مصر يقول لك لا، النص مقدم على العقل والنص هو الأساس، والكلام اللي انت عارفينه. هي دي الفصام أو الشيزوفرينيا اللي احنا عايشين فيها. لكن هي ما كانتش عند محمد عبده خالص. الرجل كان صادقا ومتسقا مع نفسه، كان لا يرفض النص، لكن كان يرفض أخبار الأحاد. وتلميذه محمد رشيد رضا كان معه في ذلك الوقت، ثم بعد وفاة الإمام انقلب تماما زي ما قلت في أول النبوة. وللأسف الشديد اختلطت آراءه في تفسير المنار بآراء محمد عبده، لأنه كان يدلس على الإمام محمد عبده. يعني إيه يدلس على الإمام محمد عبده؟ يعني كان، أنتوا عارفين إن محمد عبده زي ما قلت في بداية النبوة خالص ما كانش بيكتب كتب، كانت دروسه كلها بالإلقاء والتلامذة بيكتبوا وراه. فدي اللي عملت الأزمة، هي دي اللي عاملة أزمة الإمام محمد عبده. الراجل كان مصلح، كان مدرس، بيحب الخطب، بيحب الإلقاء، هو كان جهوري الصوت، كان مفوها، فكان بيلقي خطب وكل يوم الخطبة وينساها خلاص، وبعض تلامذته يدونوا الخطب مكانه. فكان أكتر تلميذ يدون وراه هو محمد رشيد. الإمام محمد عبده محتاج دراسات، محتاج قراءة مستمرة، قراءة موضوعية، قراءة لا تؤله ولا تنقصه حق. يعني احنا مش عايزين نقول ان محمد عبده فلت عبقرية، لا، انا قلت في اول الندوة انا مش جاي ادافع عن محمد عبده، انا جاي اقول ان محمد عبده انسان يوضع في ميزان النقد، وطالما هناك ميزان فهناك كفتان ورأيان، واحنا لابد ان نساير الواقع المعيش من خلال الاراء. فاذا وجدنا في اراء محمد عبده رايا يتناسب مع واقعنا المعيش اخذنا به، واذا لم نجد طرحناه ولم ناخذ به دون انتقاص للرجل. لان زي ما قلت الشخصيه لما بندرسها ما بندرسهاش كوحده ثابته، لا، الشخصيه متغيره منقلبه ومتجدده. اخر حاجه لازم أشكر القائمين على صالون علمانيون، وأنا أظن أن صالون علمانيون لو أتيح له قدر من الانتشار، قدر من الدعم، سيكون واجهة مشرفة في بلد كمصر. أتمنى أن ينجح الصالون، أن ينتشر بصورة أكبر، أتمنى أن ينزل إلى الأقاليم ويتفاعل مع الناس، أتمنى أن يجد دعم من المثقفين على اختلاف ميولهم وأفكارهم، ولو كانت أفكارا مناهضة للعلمانية، لأن الفكر يجابه بالفكر، والفكر يحتاج دائما إلى ما يغذيه، لأننا عندما لا نجد الفكر سنجد العنف، سنجد المسدس، القنبلة. فالفكر دائما هو الملاذ الأخير لنا وإن اختلفت الأهواء والآراء. أشكركم وأرجو إن أنا ما أكونش طولت على حضرتك. في عرض هذا وكما ينبغي ان يقرا التاريخ وكما ينبغي ان تقرا الاحداث التاريخيه من خلال السياق الجيوسياسي وليس ببعدل عنه. محمد عبده كما قال واؤكد مره اخرى شخص قد نختلف عليه لكن هو له سياقاته، واعتقد ان من اهم النقاط التي قالها انه لا نحتاج الى ان نبتدي جديد، ما زال في
التاريخ المصري وتحديدا في حقبه محمد عبده وما تلاه ما يمكن البناء عليه، سواء ما قدمه هو محمد عبده من اسهامات وان كانت هناك نقائص، ومن تلوه ومن تاثروا به كطه حسين كما ذكرت طبعا وغيره في الحقبه الليبراليه المصريه. دلوقتي ممكن ناخذ من الاسئله والمداخلات، ارجو ان تكون في صلب. موضوع محمد عبده في ميزان التكبير هو عنوان يجادل بفتح قضايا كثيره. في جزئيه هامه جدا انه العمليه في مساله الازهر لا نستطيع ان ننظر الى الناحيه ان هناك بعض التحفظات او بعض الاشكاليات، ولكن ايضا لا نستطيع انكار ان الازهر كان المفرده هامه جدا لعدد كبير من الاعلام. نقطه اخرى انه الامام محمد عبده هناك نقطه هامه جدا، وهناك كتاب قيم الاستاذ العطار وعنوان محمد عبده عصريه الاصلاح التعليم. الاستاذ عطار اكتشف في اسوان عبر الامام محمد عبده حينما طلب منه ان يكتب موضوع انشا عن الحرب وفوائد واضرار الحرب، فبعد ان كتب هذا الموضوع قال له ما احرقك ان تكون كاتبا في يوم من الايام. الى جانب ايضا انه في نقطه هامه ذكرها الاستاذ عبد الرحمن الرافعي في كتابه عن مصطفى كامل، انه بعد ان ابتعد عن الاعتماد على فرنسا في مسألة التحرير واكتفى بالاكتفاء الذاتي بعد عملية الاتفاق الودي سنة 1904، فتم تأسيس مدرسة مصطفى كامل، وساهم بعد ذلك في عمل ان محمد عبده أصبح رئيس اللجنة للأبحاث التي تقدم من الطلبة عن أهم الموضوعات. في نقطة هنا في مصر لا نستطيع إنكار انه محمد عبده مفرغة طلع أسماء عظيمة من مجالات شتى ما بين السياسة والعلم والدعوة. أيضا هل نستطيع أن نقول أنه وضع البذرة لثورة 19، وذلك سواء عن طريق سعد زغلول في المستقبل البعيد؟ ولا نستطيع إنكار أن مصطفى كامل والحزب الوطني ومحمد فريد هم الذين مهدوا لثورة 19 في تخرج عشوائية. فهل نستطيع أن نقول كيف نوضح هذه الامور على الاجيال القادمه ونبتعد عن الشوائب التي تصيب التاريخ واللي بنعاني منها في المنطقه العربيه؟ انا قريت كتاب عباس العقاد عن محمد عبده وهو ما عجبنيش، يعني اقول لك الصراحه. او زي العبقريات كده، اصل عباس العقاد طبعا هو اديب كبير وعملاق، لكن دائما انا كنت بحب طه حسين. يعني أنا شخصياً كنت بحب أسلوب طه حسين عن أسلوب عباس العقاد، لأن عباس العقاد يجنح دائماً وأبداً وإلى الأبد إلى المثالية، وإلى يعني هو مش موضوعي شوية في يعني يؤله الشخصيات بالبلد كده. حضرتك أثرت نقطة مهمة جداً، بس أنا صراحة مش لاقي لها إجابة. أو أقدر أقول لك إن البذرة اللي بذرها محمد عبده أينعت فيما بعد، سواء في ثورة 19 أو فيما بعد ذلك في دستور 23. ويمكن أنا قلت أثناء الندوة إن هو أفكاره مش كانت مباشرة أو ما فيش تلامذة مباشرين ليه زي إلا علي عبد الرازق ومحمد رشيد رضا، دول التلام ومصطفى عبد الرازق طبعا. وإن كان برضو مصطفى عبد الرازق في الأول وفي الآخر كان شيخا، يعني حتى لما مسك مشيخة الأزهر عمل إصلاحات هو والشيخ المراغي ومن تلامذة محمد عبده، لكن في الأول وفي الآخر هم شيوخ. لكن البذرة الحقيقية التي أثمرت في دستور 23، ودي الحسنة الكبرى لتعاليم الأستاذ الإمام محمد عبده. هادي المهدي، كان ليا ثلاث أسئلة واستدراك هقوله أخيرا تأييدا برضو كلام حضرتك. السؤال الأول، حضرتك تحدثت عن محمد عبده وصلاته سواء كانت عبارة عن صدامات أو كانت عبارة عن توافقات مع السلطة السياسية ومع ما يسمى حينها السلطة الدينية، ولكن يعني حضرتك ما
تحدثتش عن مدى توافق محمد عبده مع الحالة الجماهيرية اللي كانت متواجدة في ساعتها. يعني أنا أسأل حضرتك سؤال ده، الجماهير في الوقت ده ما مدى توافقها مع فكر محمد عبده، مع آراء محمد عبده اللي عرضته؟ حضرتك تحدثت عن أنه الجنازة بتاعته كانت جنازة مهيبة، هل معنى ذلك أن الجماهير توافقت معاه، مع العلم أن حضرتك قلت أن المجتمع المصري في التوقيت ده كان مجتمع حضرتك قلت تقريبا منحط 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 كان مجتمع منحط مش شتيمة يعني لا مش شتيمة كان مجتمع منحط ثقافيا منحط ثقافيا. فأنا أسأل حضرتك عن مدى التفاعل اللي بينه وبين الجماهير. السؤال الثاني هو ما قيمة تدريس فلسفة الدين اللي هي مفتقدة تماما، حتى حدثت انها كانت مفتقدة لدى محمد عبده ولا زالت مفتقدة حتى الآن، ما قيمة تدريس هذا الشيء أو هذه المادة أو هذا الفرع بين علماء الدين وبين حتى طلاب العلم، سواء العلم الديني أو حتى العلم بشكل عام بعيدا عن العلم الديني. آخر سؤال هو هل يمكن إحداث حالة سياسية ديمقراطية بدون المرور بحلقة المستبد العادل؟ ده سؤال لحضرتك. أنا الاستدراك بس اللي هقوله، أنا آسف في جملة واحدة، حتى تحدثت عن لما سئل محمد عبده عن تفسير القرآن، أنا قرأت من قبل للدكتور عدنان إبراهيم نقلا عن أحد الكتب على لسان محمد عبده أنه سئل من أحد التلاميذ بتوعه من أفضل من يفسر لي القرآن، فقال أفضل من يقوم بهذا العمل هو أنت. ودي النقطة اللي إحنا قلناها، دون توصيل أحد من سلف أو خلف. هو يقضي على فكرة التخصص، ودي برضو من الأفكار التنويرية اللي الشيوخ دلوقتي بيزنقوكوا، يعني انت بتتكلم ازاي في الدين، انت يا ابني متخصص روح تخصص وتعالى كده، يعني برغم ان الدين ليس مجالا للتخصص. كان في كلمة حلوة خالص لجمال الدين الأفغاني قالها له، قال له يا محمد يا ابن عبده إذا أطلت المسبحة وتصوفت فأنت شيخ، وإذا جلست على قهوة متاتيا وشربت الشيشة فأنت فيلسوف. تاني يقعد على قهوة متاتيا القهوة المشهورة، ودي كانت بؤرة ثقافية رائعة يعني، وكان بيقعد عليها الجميع، مش شلة مثقفين بس ولا مثلث وسط البلد ولا لا، الجميع. إذا أطلت المسبحة وتصوفت فأنت شيخ، هتبقى شيخ. لكن لو أنت قعدت على قهوة متاتيا وشربت شيشة بقيت فيلسوف. كأنه أراد له الارتباط بالشارع. أما ارتباطه بالطلاب فكان لمحمد عبده بالمناسبة جماهيرية رهيبة جوه مشيخة الأزهر. طب جت منين الجماهيرية دي كلها؟ لأن محمد عبده عندما تولى إصلاح الأزهر أحدث انقلابا كبيرا لدى الطلاب. طلاب الأزهر أيامها ما كانوش بيدخلوا امتحانات، كان بيجي يقعد يختار شيخ جنب عمود ويقعد يسمع ويحفظ وخلاص على كده. فمحمد عبده بالاتفاق مع اللورد كرومر
استطاع أن يعطي منحة لكل طالب في الأزهر مصروف يومي، اللي كانوا بيقولوا عليه الجراية، الخبز وقوالب السكر أو أقماع السكر اللي كانوا بياخدوها والعسل الأسود، دي الجراية بتاعتهم، كانوا بيسلموا اللي هو زي التغذية المدرسية كده. فكان بيصرف لكل طالب قفطانين، قفطان في الصيف وقفطان في الشتاء. فأحدث ده غير طبعا الانقلاب في نظام الامتحان والتعليم وإضافة بعض المواد زي الحساب والجغرافيا والتاريخ، اللي بعد كده بعض الناقمين على محمد عبده قال ده هو السبب في القانون 103 لسنة 61 اللي عبد الناصر عمله، وعمل كليات طب وصيدلة وهندسة في الأزهر. هو ملوش دعوة، ده هو محمد عبده دعا إلى أن يكون هناك دراسة للحساب تمام وللتاريخ وللجغرافيا بس، عشان الطلاب بتوع الأزهر ما يبقوش عاملين زي البهايم لما يجي يسألوا عن قانون في الإرث مش حافظ جدول الضرب. طب انت ازاي بتقول قانون الارث وتوزع الارث وانت مش عارف 2 و2 يبقوا كام ولا 16 و15 يبقوا كام؟ اتعلموا الحساب. مش عارف ازاي تبقى انت شيخ وانت لا انت مش عارف مصر وحدودها ولا الدوله الاسلاميه وحدودها مثلا، يبقى لازم تعرف جغرافيا ولازم تعرف تاريخ. ادي الامور كلها. فمحمد عبده كان له جماهيريه، بالاضافه انه كان له طبعا طلاب كونهم على قهوه متاتيا زي ما انا قلت لك، وكانوا بيتكلموا بشكل كبير، ودائما كانت له حلقة فيما بعد في مدرسة دار العلوم، عمل مدرسة موازية للأزهر لأنه خلاص قال كلمته المشهورة: هذا الأزهر إما أن يعمر وإما أن يتم تخريبه. فتم تخريبه بالنسبة له، وعمل مدرسة دار العلوم وعمل فيها برنامج تعليمي خاص للطلاب، وكان ينفق عليهم من جيبه الشخصي على اعتبار ان هم دول يبقوا النواة الممتازة او الصفة المستنيرة فيما بعد. السؤال الاخر: قيمة تدريس فلسفة الدين. قيمة تدريس فلسفة الدين، هو اول من تنبه اليها الامام محمد عبده، اول من تنبه الى تدريس فلسفة الدين في الازهر، وابتدأ بكتاب مقدمة ابن خلدون، واصر على تدريسه، واصر على تدريس كتب المعتزلة، وأصر على تدريس كتب بديع الدين الهمزاني، وقام بإنشاء ما يعرف باسم إحياء الكتب العربية اللي بعد كده أحمد أمين عملها للجنة التأليف والترجمة والنشر، اللي نشرت لنا كتب رائعة اللي بعد كده بقت المجلس الأعلى للثقافة حاليا. فشفت النواة جاية منين؟ جاية من محمد عبده وحرصه على فلسفة الدين. وهل يمكن حالة ديمقراطية لا، احنا اتفقنا ان مصطلح المستبد العادل خلاص انتهى وقته، ما عادش في حاجة اسمها مستبد عادل، لكن في حاجة اسمها إرادة سياسية. إرادة في أمور بالمناسبة عايزة إرادة سياسية. يعني على سبيل المثال الطلاق الشفوي، عشان الناس اللي هم بينقموا على محمد عبده لما قال المستبد العادل، هو أنا لو رئيس وقلت أيوة أنا رئيس وشايف أن الطلاق الشفوي يلغى وهيحصل كذا كذا كذا، الأزهر أو الناس اللي هم ممالئين للسلطة الدينية، ده أنت رئيس ديكتاتوري، ده أنت كذا، برغم أنه ولا ديكتاتوري ولا حاجة، ده هو عايز يتوافق مع سياسة الإيه؟ مع الواقع المعيش. أدي المستبد العادل، هي دي الإرادة السياسية، هي دي اللي كان محمد عبده بينادي بيها، أن الأمور أو على الأقل ينادي بجزء منها، أن في أمور لابد أن يفرضها هذا الحاكم لأنه مسؤول عن إقرار الدستور، عن تنظيم الحياة الاجتماعية، لا دخل للدين فيها. وكلمة لا دخل للدين فيها مش يعني لا دخل لا دخل لسلطة الأشياخ، لسلطة الشيوخ، للسلطة الدينية في هذا. فلا، إحنا نحتاج إلى إرادة سياسية. التجديد الديني لو قعدنا من هنا لمئة سنة قدام وعملنا نخبة وبنجدد في الدين وبنختلط بالناس مش هينفع إلا لما يبقى فيه إرادة سياسية. فالإرادة السياسية تغلب في كثير من الأوقات، وهي ليست ضد الديمقراطية أبدا طالما متوافقة مع مصالح الناس. الأستاذ اللي قال مداخلة عن الأزهر، نسيت أقول بس حاجة، محمد عبده مش هو النواة الليبرالية بس في الأزهر على فكرة، لا، محمد عبده جزء من تراث الأزهر وجزء من تاريخ مصر، لكن سبقه طائفة من الأشياخ، أذكر منهم الشيخ حسين المرصفي، أذكر منهم الشيخ محمد علي الطنطاوي، الشيخ حسن العطار،
أنا أرى أن هذه الأسماء أكثر تقدمية من رفاعة الطهطاوي، برغم أن رفاعة الطهطاوي تتلمز على أيديهم لكنهم كانوا أكثر تقدمية منهم. يعني على سبيل المثال الشيخ محمد عياض الطنطاوي، ده هو الذي أسس مدرسة الاستشراق الروسي، تمام؟ وبالمناسبة هو من نجريج، بلدة محمد صلاح اللاعب المشهور، من محافظة الغربية، من ولم يدفن في مصر وإنما مدفون في سان بطرسبورغ، المدينة اللي مصر كانت بتلعب فيها، وما زال مقامه أو ضريحه معروف إلى الآن. وأسس مدرسة الاستشراق الروسية وكان تقدميا. الشيخ حسين المرصفي أول من تكلم في الفلسفة السياسية في كتاب، يعني كتاب صغير اسمه رسائل الكلم الثمان، وده برضه من ضمن الكتب اللي اتكلم فيه عن الأمة، اتكلم فيه عن السياسة، اتكلم فيه عن إرهاصات الديمقراطية، من ضمن الكتب التقدمية، والمجلس الأعلى للثقافة نشره وموجود على فكرة في المكتبات التابعة لوزارة الثقافة. لا، الأزهر كان فيه تيار ليبرالي لكن وقت لأن تلامذته لم يكونوا على قدر الأساتذة، يعني التلامذة مش كانوا على قدر الأساتذة، لم تكن هناك نخبة ممتازة تنقل هذه الآراء وتطورها، وبالأساس لم تكن هناك إرادة سياسية. يعني محمد عبده قلت نقطة من أول السطر، أنا مش قصدي إن احنا نهدم التاريخ زي ما الدكتورة قالت، أنا قصدي إن احنا نبدأ من آخر ما تركه محمد عبده. طيب مين اللي هيعمل العملية دي؟ مين اللي هينقي التراث؟ ما هي النخبة الممتازة اللي احنا بنتكلم عنها. زي ما محمد عبده انتقى من التراث بعض الكتب وعمل جمعية إحياء الكتب العربية، احنا برضو عاوزين نخبة ممتازة تقوم بتنقية التراث، حتى التراث الخاطئ. يعني حتى لو كان تراث ابن تيمية، ما احنا مش هنعرف ابن تيمية مثلا الا لما نقرأ كتبه، الا لما نقرأ كتب ابن تيمية ونعرف بيقول ايه. مش هنعرف كتب الغزالي الا لما نشوف كتب الغزالي، وهكذا. فتنقية التراث مسؤولية النخبة الممتازة التي لابد أن تتكاتف لإحداث النقلة النوعية في المجتمع. الإرادة السياسية أصلاً ضعيفة برشا مقارنة كبيرة على الوقت.
في اول سؤال بيتكلم عن علاقه تجديد الدين، او هل اذا اتخذت هذه المجموعه من الاجراءات زي مثلا على سبيل المثال اجراء الاقصاء الطرف الشرعي، هل ده يكفي ان انت تقول ان مصر دوله عدليه؟ لا، هي نقطه، يعني هي بص حلقه من حلقات علمانيه الدوله. هي ايه العلمانيه؟ العلمانيه معناها باختصار شديد انك توجد صياغه للتعايش في المجتمع. طب الصياغه بتاعه التعايش في المجتمع هتيجي ازاي؟ هتيجي لما يبقى المجتمع مجتمع حر، لا فرق بين طائفه، لا فرق بين دين ودين، لا فرق بين انسان واخر على اي اساس. وبالتالي فلا يصح ان تكون هناك سلطه دينيه تتحكم في حركه الواقع. السلطة الدينية عندما تتحكم في حركة الواقع المعيش فإن الواقع ينحدر يتأخر. زي ما أنا قلت في الأول، مهما حاولت دايما الواقع هو اللي بيسبق. عشان كده العلماء قالوا هناك ضرورة حتمية لارتباط الفكر بالواقع، والفكر لا يرتبط بالواقع إلا إذا تعلمنت الدولة. وهنا العلمانية طبعا واخدة يعني مصطلح سيء السمعة في مصر او في الشرق، لانها نبتت في اوروبا، ادي الموضوع كله، ولان رجال الدين حاولوا دائما الوقوف ضدها. ليه؟ لان الامتيازات الماديه والمعنويه بتاعتهم تتلاشى. هو دلوقتي لما يحصل طلاق مقنن امام القاضي، فاصبحت سلطه الشيخ الدين في الفتوى ما عادش موجود، ما عادش تروح للشيخ تقول له افتيني يا مولانا وقعت اليمين على مراتي اعمل ايه؟ مش هتقدر، برغم ان هو ممكن ما يستفيدش ماديا لكن هو بيستفيد معنويا. فهي حلقه من حلقات العلمانيه. انا بدي بس مثال ان لما يبقى فيه اقرار لقانون من القوانين، انا بشوف القانون ده مرتبط مع حركه الواقع ولا لا. لقيته مرتبط مع حركه الواقع خلاص بطبقه، ما دون علاقه بالنص، دون علاقه بسلطه الاشياخ. السؤال الثاني كان عن او تعليق عن مساله تاويل النص عن ابن رشد. هو كان بيرى انه مش من الاصح ان احنا ناخد منهج ابن رشد، لكن احنا بنقول انه في راي في مواجهه راي. فهمت صح؟ اراء بتتعارض مع بعض وانت بتاخد، يعني انت رافض المبدا يعني ولا المبدا نفسه غير مقبول وفاسد في ذاته. يعني ازاي؟ يعني تعارض النص مع العقل انت عايز تقول زي ما قال ابن تيميه؟ معلش لا مش ده، هو طبعا ليه كتاب اللي هو موافقه صريح المعقول. يعني عايز تقول لا مش عايز اقطع بس الطرح بتاعه برضه، لكن لان هو طرح برضه في طرح ابن تيميه، هو التعصب لرايه هو بقى، التعصب ان احنا هنقول له هنوافقه ولكن راي برضه خاطئ، موافقه اللي هي بالنص، التعصب لاراء مثلا شرعيه معينه زي الحجاب. الحجاب ليس موجود في الكتاب والسنه، الحجاب ليس موجودا في الكتاب والسنه، ولا عايز يجيب دليل ان الحجاب موجود في كتاب السنه يجيب، وما فيش اي دليل خالص على ان الحجاب موجود في كتاب السنه. ده لكن ما يقولوش مثلا ان الحجاب عقليا مش موجود. بس مش ده المثال اللي احنا نقصده خالص بتعارض. اي مثال بقى، اي مثال في اي نص، اي مثال في اي نص زي ما بقول النص مفتوح، يعني يحتمل زي ما قال الاستاذ حمال قوي، يحتمل الراي والراي الاخر، الراي والراي المناقض. فانا مش بقدم عقل على نقل، انا بقدم فهم على فهم. طبعا ما هو فهم، بقدم فهم على فهم من خلال النص نفسه. بص دائما نقول هناك عقل وهناك نص، حدث تعارض. الجماعه اللي هم السلفيين بيقول لك والله ما فيش حاجه اسمها تعارض، في حاجه اسمها النص والاساس والعقل هو اللي في العلم. طب انا مش عارف افهم النص، يقول لك لا افهم النص في مساله تفويضيه، يعني فوض الفهم فيه. واضرب مثال لك، مثلا لما ربنا يقول يد الله فوق ايديه، فواحد يسال يقول هو ربنا له ايدين؟ انت كده بتعمل تجسيم وتجسيد للاله، والاله ده شيء مجرد ليس مجسما، ده اعلى درجات التجريد يعني. فالمدرسه العقليه تقول لك ده نص، انا ما اقدرش الغيه، على الاقل سين وصاد وعين بيؤمنوا بيه، يبقى اعمل له عمليه تاويل. يعني ايه اعمل له عمليه تاويل؟ يعني ايه هو التاويل؟ صرف اللفظ عن معناه من الحقيقه الى المجاز.
فلما اقول يد الله فوق ايديهم يعني قدرة الله فوق قدرته. مثلا زي ما ربنا يقول ولتصنع على عيني، يعني ايه هو ربنا يعلم؟ لا يا عم، وانما معناه انك تحت رعايتي. زي ما انت تقول لواحد زميلك ده الطلب ده في عينيا، هو لا في عينيك ولا حاجه، ودي من ضمن حاجات اللغه يعني. او ولو انت جيت لاقدم التفاسير اللي هو تفسير الطبري، اقدم التفاسير تلاقيه لما يجي يقول لك يد الله فوق ايديهم راح قايل ايه؟ قدرته فوق قدرتهم، وكانه من المقولين، برغم ان واحد زي ابن تيميه رفض التاويل تماما. ليه؟ لان هم من المدرسه السلفيه اللي بتقول ناخذ النفس بظاهره كما هو. حته اخيره في بمناسبه كمثال اخر يعني، لما يجي حديث رواه ابو موسى الاشعري، والحديث ده صحيح بحكم اهل الاختصاص في الحديث، الرسول يقول ايه في الحديث؟ هلاك امتي بالطعن والطاعون. فقالوا يا رسول الله اما الطعن فقد عرفناه، الطعن اللي هو القتل يعني القتال اللي بيحصل سنه وشيعه ومش عارف ايه، فما الطاعون؟ بيسالوه بيقولوا طب ايه هو الطاعون؟ فقال واخزوا اعدائكم من الجن. واخز اعدائكم، معنى كلام الرسول كما هو منسوب اليه ان الطاعون يا دكتوره بسبب ايه؟ بسبب الجن. محمد عبده بالمناسبه في مساله الغيبيات زي الملائكه والجن كان له راي تقدمي خالص في التفسير انا ما قلتوش، وده من ضمن الاراء بقى اللي الازهريين والسلفيين بيشتدوا عليه، ان هو اولها اول المسائل دي. يعني قال مثلا ان الملائكه او الجن عباره عن امور مجازيه ضربت في القران الكريم، هي موجوده او كعالم سفلي موجود، لكن هذا العالم لا نعرف عنه شيء ومش هنشوفه ولا شفناه. فهو بيعمل له ثلاث مذاهب، من ضمن المذاهب اللي محمد عفو بيقولها مذهب الايه؟ التاويل. يعني ايه التاويل؟ يعني بيقول ان الجن قد يكون من الميكروبات اللي ظهرت في العصر الحديث بعد ما اكتشفوا الطاعون على ما اظن 1890، تمام؟ فراح مأول الحديث. هو تقول لي طب ما رفضش الحديث ليه؟ اقول لك ما هو لو رفض الحديث هيقولوا عليه ده بيرفض السنه، والحديث بمقاييس اهل الحديث عباره عن حديث صحيح. فلما يقول الرسول قال واخزوا اعدائكم من الجن، فيقول الطاعون ده سببه بكتيريا، مش كده؟ البكتيريا دي هي اللي بتعمل الطاعون اللي بتنقل عن طريق الفئران وبيموت الناس. يبقى الرسول ايامها ما كانش فيه ميكروسكوب ولا اجهزه طبيه، فعايز يقرب الصوره للعرب الجاهليه، فيقول لهم ايه؟ ده بسبب الجن. وده تقريب الصوره ليس الا، بس ادي كل الحكايه. فهو هنا العقل متعارض مع النص، عقلك او فهم عقلك متعارض مع النص، ده هو واخذ وعدائكم من الجن. الجن يا عم ايه سبب الطاعون ده؟ بكتيريا بتسبب المرض. يبقى جن ايه ده؟ الجن ده اصلا ما نعرفوش ولا شفناه ولا هنشوفه يعني. فبيأول النص بما يتوافق ويروح مستدل بالحديث اهو. مش الرسول بيقول واخذوا اعدائكم من الجن؟ زي ما فسر الطير الابابيل قال ترميهم بحجارات من سجيل. فهو قال ما الحجاره اللي اترمت دي مثلا لو احنا قلنا معجزه عباره عن حجاره تحمل وباء الطاعون. وتاريخيا الطاعون فشى في جزيره العرب في ذلك الايه؟ في ذلك الوقت. هي مسائل لتقريب الصوره الى اذهان المستمعين ليس الا، زي ما بالظبط محمد عبده برضه قال ان القصص اللي موجوده في القران اللي ما فيش عليها اي اثباتات اركيولوجيه او حفريات انما ضربت للعظه والاعتبار وليس للتاريخ، وانلبت عليه بعد ذلك زي ما انت عارف الاخرين. واللي بعد كده محمد احمد خلف الله وامين الخولي عملوها في كتاب الفن القصصي في القرآن الكريم. المسألة مسألة تأويل بما يتوافق مع العقل كفهم لهذا العقل. الوقت خلص للأسف. بشكر الأستاذ أحمد مغني الديباوي على العرض القيم، هي أنا بشكر حضرتك على الوقت وبشكركم على الدكتور. أتمنى فعلا ما اكونش اثقلت عليكم او لخبطت معلوماتكم، واتمنى اكون عند حسن الظن حضراتكم وظن القائمين على الصالون عن مني.